اعزائي المشاهدين اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا انجيل واحد نتمنى ان احنا ما نكونش تعبناكم وارهقناكم اثناء الدراسات الكتيره اللي احنا بنحاول ان احنا نعقدها على متن نصوص الاناجيل الاربعه محاوله جاده محاوله مستمره لقراءه الانجيل بطريقه مختلفه مش عايزين حد يتعود على قراءة الانجيل، التعود على قراءة الانجيل بمعنى الاعتياد بيفقد الانجيل رونقه وجماله والزخم الكبير اللي موجود فيه. عشان كده ربما هنستمر في مجموعة أخرى من الحلقات لنقدم مقارنات كثيرة وكثيرة داخل الانجيل في إصداراته الأربعة زي ما احنا متعودين في حلقتنا. الحلقة بتاعتنا النهاردة بتتكلم عن سلطان المسيح. المسيح كان معلما شعبيا جماهيريا، لكنه لم يكن معلما صاحب مجال رسمي من الهيكل اليهودي، كان في معلمين رسميين في الجموع اليهوديه ومعروفين باسمائهم، لكن يسوع لم يكن واحدا من هؤلاء، ما كانش معاه رخصه عشان يقدر يعلم الجموع ومن هنا جاءت الاستفسارات من الفارسيين او من رؤساء الكهنه او من غيرهم باي سلطان. تفعل هذا حوالين موضوع سلطان المسيح وما كان يفعله في حياة الجموع في اليهودية وفي الجليل هتدور حلقتنا النهاردة قبل ما أبدأ في طرح الأسئلة أرحب بضيوفي أسيس سامح إبراهيم أهلا بيك. أهلا بيك أسيس يوسف سمير أهلا بيك, أهلا بيك. أسيس رفعت فكري أهلا بيك. أهلا, بيك. أهلا بيك أسيس وائل عوض أهلا بيك أهلا بيك أسيس سامح كيف تظهر علاقة المسيح بالآب في انجيل متى او ماذا قال المسيح عن علاقته بالاب او ماذا فعل المسيح في علاقته بالاب وربطها بفكره السلطان أه في ماذا قال يعني انا يكفي بس ان احنا نتذكر ان في كل المرات اللي كان المسيح بيصلي فيها لله الاب كان بيخاطبه بكلمه ابا ابانا مم. مم. ودي كلمه في منتهى الاهميه ما فيش اي يهودي أه يسبق المسيح كان يجرؤ على أن هو يخاطب الله بالكلمة دي أبي أنا بس هختار فكرة علاقة المسيح بالآب مشهدين ولازم يعني نقارنهم ببعض لأنهم مرتبطين ببعض بشدة المشهد الأولاني المسيح في التجربة في البرية في متى أربعة والمشهد الثاني المسيح في البستان في بستان جسيماني. آه، واحد في البريه لازم... واحد في البستان آه، لازم نقارن بين الاثنين لان في تشابهات كثيره خالص بينهم حتى في البدايه حينئذ او ثم اللي بتبدا بها القصتين. مم. الامر المهم هنا التشابهات كثيره البدايه المسيح هنا يجرب ثلاث مرات مم. من ابليس هنا يصلي ايضا ثلاث مرات الاختلاف ان هنا المسيح بيجرب من ابليس هنا يجرب من جسده او من ذاته م. الامر المدهش ان المسيح يخرج منتصرا في المرتين م. المره الاولى يخرج منتصرا على ابليس والمره الثانيه يخرج منتصرا على جسده م. المهم هنا انه المسيح يظهر علاقته بالاب فكره الطاعه الطاعة والاصرار على الطاعه ابليس لما كان بيجربه كان بيساله ان كنت ابن الله ان كنت ابن الله يمكنك ان تكسر المكتوب واداله اكثر من اقتراح مم. في كل مره المسيح كان بيرد عليه انه لا مش هينفع للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد فالمسيح كان مصر في التجربه في البريه انه يعلن مم. عن علاقته المطيعه بالله الاب مم. أوكي. نفس القصه في بستان جسيماني هو يصارع مع الجسد لكن يطلب في نهايه المطاف لتكن لا ارادتي بل إرادته خضوع خضوع يعني أنا في متى المسيح هو ابن الله المطيع مم. يعني السلطان بتاعه بيستمد من خضوعه للأب بيستمد من البنوة المطيع مم. هو ابن الله مم. هو ابن الله المطيع كمان أوكي. أسيس يوسف كيف تظهر علاقة المسيح بالآب أو ماذا قال المسيح في إنجيل ماركوس عن علاقته بالآب في أكثر من حاجة أه مثلا في المعمودية وفي التجلي م. هناك إعلان من الآب من السماء عن بنوة المسيح له م. ففي في المعمودية في أصحاح واحد يقول بكل وضوح الله الآب الصوت الذي جاء من السماء أنت ابني الحبيب م. وفي التجلي يقول هذا هو ابني الحبيب فواضح إنه هذه العلاقة ما بين الآب وابنه م. بعض الكلمات الموحية اللي يمكن مش بتعبر بطريقه واضحه لكن بطريقه جميله مم. عن علاقه المسيح بالاب في معجزه اشباع الجموع بيقول فاخذ الارغفه الخمسه والسمكتين ورفع نظره الى السماء مم. انا متهيالي دي ممكن تبقى من اللقطات المرقوصيه أيوة. اللي هو بطريقه جميله بيعبر عن هذه الرابطه السريه القويه مم. ما بين المسيح والسماء او مم. ابيه في السماء يتكلم المسيح عن مجد ابيه يقول فان ابن الانسان يستحي به اللي بيستحي بالمسيح ابن الانسان يستحي به متجاء بمجد أبيه مع الملائكه القديسين يتكلم عن الاب انه الذي ارسلني فيقول من قبل واحد من اولاد مثل هذا باسم يقبلني ومن قبلني فليس يقبلني انا شوف بيعطي بيعطي المجد ازاي لأبيه بل الذي يقبل الذي ارسلني بعدين يتكلم عن مع التلاميذ ويقول لهم انه ده مش بس ابويا ده ابوكم يقول متى وقفتم تصلون فاغفروا لكي يغفر لكم ايضا ابوكم م. الذي في السماوات زلاتكم وان لم تغفروا انتم لا يغفر ابوكم الذي في السماوات ايضا زلاتكم وصف علاقه المسيح مع الاب في مثل الكرمين اللي بيريده البشير مرقس في اصحاح 12 عدد 6 بيقول فإذ كان له ايضا ابن وحيد و... واحد حبيب اليه بيوصف ده بيوصف علاقته مع الله انه مم. انا الابن الواحد الحبيب مم. للاب بعدين في الصلاه في بستان جثيماني لما يخاطب الله ويقول له يا ابا الاب في الاعلان عن بنوته لي في المحاكمه انت المسيح ابن المبارك يقول له انا هو اعتراف قائد المئه ما بيقول حقا كان هذا الانسان ابن الله بعدين في مشهد الأخير في إنجيل مرقس يقول ثم إن الرب بعدما كلمهم ارتفع إلى السماء وجلس عن يمين الله كابن الله فكل ده بيتكلم على علاقة المسيح ب الاب بوضوح في انجيل مرقس يعني حتى وان لم يكن المسيح معلما رسميا ما عندوش رخصه لكن هو واخد ترخيص من الاب طبعا لكي يعلم الجموع ولكي يشفي الجموع ولكي يتدخل في حياه الجموع بوضوح بوضوح اسيس كيف تظهر علاقه المسيح بالاب في انجيل لوقا او ماذا قال او ماذا فعل المسيح شيء يظهر علاقته بالاب عند لوقا الحقيقه ده ظاهر من بدايات حياته آه لما المسيح كان في الهيكل مم. كان وسط المعلمين يعلمهم ويسألهم والقديسة العذراء مريم كانت بتبحث عنه مم. فلما قابلته قالت له هوذا انا وابوك كنا نطلبك معذبين فرد المسيح عليها بعبارة قاطعة في تسعة وأربعين الا تعلم انه ينبغي ان اكون فيما لأبي مم. فدي علاقة خاصة وواضحة من بداية حياة المسيح عم. في بداية خدمته لما دفع اليه السفر ليقرأ روح السيد الرب علي لأن الرب مساحني لأبشر المساكين مم. بعد كده قال الجموع اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم أنه واخد إرسالية من الآب في المعمودية أنت ابن الحبيب بك سررت مم. هنا الآب يخاطب الإبن في التجلي في صوت ظهر من السحابة مم. برضو كده كمان المسيح في لوقا 9 9-48 الذي يقبلني يقبل الذي أرسلني مم. أوه. فقبل إرسالية من آآ الآب آآ المسيح وهو بيكلم التلاميذ بيقول لهم أن أنا أعين لكم ملكوتا كما عين لي أبي ملكوتا في علاقة خاصة بتربطه بالآب وهو على الصليب في يديك أستودع روحي في لوقا 23 46 فدي كلها اشارات بتؤكد ان المسيح صاحب سلطان وهناك علاقه خاصه تربطه بالله الاب. اوكي سيس وائل كيف تظهر علاقة المسيح بالآب عند يوحنا؟ آه العلاقة عند يوحنا غنية جدا مم. بالأقوال والأفعال فمثلا هقول فكرة بس إنه الأهم يعني؟ آه لا أنا عايز أقول تعبير مهم إنه كلمة مم. آه. الآب في إنجيل يوحنا ذكرت 74 مرة كلمة الآب؟ كلمة الآب يوحنا آه في علاقة المسيح بالآب، 74 مم. مرة في مقابل إنه التعبير ده آه. عند آه متى سبع مرات آه. وعند لوقا آه ست مرات بالظبط آه في كل الانجيل 127 مره منهم كل الأنجيل في كل الاناجيل آه. آه في كل العهد الجديد اسف الجديد. 127 مره منهم 91 مره في كتابات يوحنا لوحده يعني احنا امام آه موضوع يوحناوي اصيل بالزبط. وهو علاقه المسيح بالاب ده ده حقيقه عشان كده انا حبيت اقول انه ده تعبير مهم جدا عن خد آه وقتك عشان تشرح لي عندي يوحنا في المسيح الاقوال اللي جت على لسانه في علاقته بالاب م. في يوحنا 3 35 بيقول انه الاب دفع اليه كل شيء. م. الاب يحب الابن وقد دفع كل شيء في يديه. م. في يوحنا 5 19 بيقول انه الابن يعمل عمل الاب. الحق الحق اقول لكم لا يقدر الابن ان يعمل من نفسه شيئا الا ما ينظر الاب يعمل لانه مهما عمل ذاك فهذا يعمل الابن كذلك. م. في يوحنا 25 المسيح بيقول انه الاب يطالع الابن يعرف الابن كل اعماله. لان الاب يحب الابن ويريه جميع ما هو يعمله وسيريه اعمالا اعظم لتتعجبوا انتم. في يوحنا 5 21 المسيح يقول ان الابن يشارك الاب في احياء الموتى. لانه كما ان الاب يقيم الاموات ويحيي كذلك الابن ايضا يحيي من يشاء. مم. الابن له حق الدينونه واشرنا لده قبل كده مش هقرا النص في 5 22 انه اكرام الاب من اكرام الابن فهما آه. متساويان في مم. علاقه تساوي بين الاثنين نديه نديه بالظبط في يوحنا 5 23 الابن والاب لهم حياه في ذاتهم مم. في يوحنا 5 26 ده كلام المسيح مم. الاب يشهد للابن في يوحنا 8 18 انا هو الشاهد لنفسي ويشهد لي الاب الذي ارسلني المسيح بيعلن بوضوح شديد جدا ان هو ابن الله فيقول كده في 10 36 فالذي قدسه الاب وارسله الى العالم اتقولون له انك تجدف لاني قلت اني ابن الله المسيح يعبر في انجيل يوحنا على انه جاء ليتمم كل مشيئه الاب في اكثر من موضع تحدث عن هذا الامر. المسيح قال انه مجد الاب هو من مجد الابن. في يوحنا 17 واحد بيقول كده ايها الاب قد اتت الساعه مجد ابنك ليمجدك ابنك ايضا. في يوحنا 14 6 المسيح بيقول انه الابن هو الطريق الوحيد الى الاب. أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. بيتكلم كمان المسيح على إنه في وحدة تربط الإبن بالآب في أكثر من موضع في الحقيقة في يوحنا 10 38 آه وتؤمنون أن الآب فيا وأنا فيه، في يوحنا 14 بيتكلم على الفكرة دي أنا في الآب والآب فيا، في يوحنا 17 نفس الفكرة لكن كلمة مفتاحية جدا فكرة علاقة الأب بالابن عند يوحنا. شكرا يا أسيس، فاصل قصير جدا ونعود لنستكمل حوارنا عن سلطان المسيح. القسيس سامح كان في فئات كثيرة في المجتمع اليهودي بتعترض على ما يفعله المسيح وسط الجموع وبعض منهم طلب منه أشياء يعني علشان يثبت لهم سلطانه إزاي الموضوع ده بيظهر عند متى؟ متى يعني بصراحة في 21 23 مم. أثناء المسيح وهو بعد دخول أورشليم والتعليم في الهيكل بيتقدم اليه القاده اليهود وبيسالوه بصراحه عن اجابه للسؤال ده باي سلطان تفعل هذا آه في متى 21 عدد 23 قائلين باي سلطان تفعل هذا ومن اعطاك هذا السلطان ده الاعتراض ده انا ده 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 عايز السؤال اه الحاجات اللي هم كانوا بيطلبوها منه علشان يعني يثبت ليهم أنه له سلطان أو اوقات بيطلبوا يعني هنا طالبين منه رد اجابه اجابه آه او اوقات بيسالوا منه بيسالوه ان يصنع لهم ايه مم. يعني في اصحاح 12 وفي مم. اصحاح 16 تتكرر يتكرر سؤال من الفريسيين يطلبون ايه مرتين مش مره واحده مرتين في اصحاح 12 مم. متى 12 ومتى 16 فاوقات يسالوا صنع معجزه ايه وفي اوقات يطلبوا رد على سؤال او او اجابه منه او تعليم منه يدلل فيه ويبرهن على سلطانه اوكي آه، سيس يوسف عند ماركوس هل في حد يعني طلب من المسيح شيء علشان يثبت سلطانه او يوضح سلطانه؟ زي متى هم مم. طلبوا منه علامه او دليل سلطانه مم. لما قالوا له اما بيقولوا خرج الفريسيون وابتدوا يحاورونه طالبين منه ايه هم آه. عايزين دليل على سلطانه مم. ومرة ثانية عايزين او بيسالوه او بيستفسروا عن مصدر سلطان اوكي فبيقولوا له بأي سلطان تفعل هذا ومن اعطاك هذا السلطان حتى تفعل هذا فهم بيطلبوا اما علامة آه. او مصدر مصدر لهذا سلطان. السلطان أوكي. أسيس رفعت هل في حد طلب من المسيح عند لوقا انه يثبت سلطانه او يفعل شيء عشان لوقا بيذكر صراحة في اصحاح 20 وان كان المسيح بيعلم الشعب في الهيكل تصدى لرؤساء الكهنة مم. والكتبة مع الشيوخ وبرضه خاطبوه قائلين مم. قل لنا بأية سلطة تفعل ما فعلت وبرضه ومن منحك هذه السلطة؟ هو كانوا متضايقين يعني ان هو بيعلم في الهيكل بالظبط كده فبرضه رد المسيح عليهم لانه حس ان ده سؤال مفخخ فكان مم. رد على ه هذه الأسئلة بأسئلة أجابهم قائلا وأنا أيضا أسألكم مم. أمرا واحدا فأجيبوني عنه أمن السماء كانت معمودية يوحنا أم من الناس؟ مم. طبعا هم تبلبلوا قعدوا يتشاوروا فيما بينهم ان قلنا من السماء هيقول لنا طب لماذا لم تؤمنوا به ان قلنا من الناس هيرجمنا الشعب كله وبالتالي اجابوه انهم لا يعرفون معموديه يوحنا كانت منين والمسيح رد عليهم قال لهم وانا كمان لا اقول لكم باي سلطه افعل ما فعلت رئيس البشير يوحنا ازاي بيقدم لنا بعض الفئات اللي كانت بتطلب من المسيح انه يثبت سلطانه في الحقيقة البشير يوحنا لم يذكر إلا آية واحدة بس مم. في الفكرة دي مم. ووردت على لسان الجموع مش على لسان الكتبة والفرسين لانه مم. اعتقد اللي يعني بيسميهم اليهود ولا الجموع الجموع وأنا في هذه المرة وسط الجموع هم اليهود آه لانه هو من البداية يوحنا عنده قناعه ان هم رافضين المسيح فهم مش عايزين يعرفوا وبالتالي لم يضع على لسانهم اي نوع من محاوله الاستفهام الحقيقي آه. عن انت اللي انت بتعمله ده حقيقي ولا لا لكن الجموع سالوا في اصح 6 عدد 30 فقالوا له فايه فأي ايه تصنع لنرى ونؤمن بك ماذا تعمل آه. مع انها دي قلنا اعتقد في حلقه سابقه انه كانت بعد معجزه اشباع الخمسة 5000 نفس الناس اللي حضروا المعجزه بيسالوا هذا السؤال اه اسيس سامح هناك كثيرين في الانجيل في اصداراته الاربعه بيوجهوا بعض الاتهامات للمسيح يصفوه ببعض الصفات احيانا يطلقوا عليه بعض الشائعات او الاشاعات باللغه الدارجه فعند متى ازاي ممكن ده يكون بيظهر عند متى بيظهر عبارتين عباره عن تشهير من الفرسين بالمسيح العباره كل عباره منهم بتتكرر مرتين أوكي. العباره الاولى انه برئيس الشياطين يخرج الشياطين او آه. ببعل زبول يخرج الشياطين لما يقول هو بيخرج شياطين قالوا ان هو بيطلع الشياطين برئيس الشياطين واصبحت اصبح تشهير بالمسيح يعني شائعه شائعه تتكرر مرتين مره في اصحاح تسعة عدد 34 ومره في اصحاح 12 عدد 24 فدي شائعه اطلقت م. على المسيح منهم م. الشائعه الثانيه مش بس انه برئيس الشياطين يخرج شياطين لكن التشهير الثاني كان صعب جدا انه اقول آه. وشريب خمر آه. ومحب للعشرين والخطاه آه. ودي بترد مرتين مره في اصحاح تسع عدد عشره ومرة يعني في تسعة عشرة اتهمون ان هو بيأكل مع العشرين والخطاة لكن في متى 11 11-19 يبان أنه دي مش تهمة لكن أصبحت شائعة هذا الإنسان أقول على المسيح بيتكلم عنهم أنه جالكم يوحنا المعمدان لا يأكل قلتم به شيطان ابن الإنسان يأكل فقلتم هذا الإنسان أكل وشريب خمر ومحب للعشرين والخطاة مم. فدول التهمتين الشائعتين شائعتين. اللي اطلقوا او تم التشهير بيهم بالمسيح شكرا يا سيس سيس يوسف هل في اتهامات صفات شائعات عند ماركوس آه طبعا آه اتكلموا عنه آه الكتبة آه لماذا يتكلم هذا هكذا بتجاديف قالوا إن انه مجدف وبعدين اتكلموا عنه الكتب والفريسيين ما باله يأكل مع العشرين والخطاه مم. بعدين قالوا ان معه بعل زبول وبرئيس الشياطين يخرج الشياطين مم. وبعدين قالوا عليه ان معه روحا نجسا آه. وبعدين قالوا عليه اليس هذا النجار يعني معه روحا نجسا يعني ملبوس اه اه يعني وبعدين قالوا عليه اليس هذا النجار ابن مريم واخو يعقوب ويوسف ويهوذا وسمعان بعدين هيرودس قال هذا هو يوحنا الذي قطعت انا راسه دي انه يوحنا آه. قام من الموت يعني ده يوحنا قام وانه قام من الاموات بعدين يوصفوه بقى رايحين عشان يوقعوه في, فيقولوا عنه يا معلم نعلم انك صادق ولا تبالي باحد لانك لا تنظر الى وجوه الناس بل بالحق تعلم طريق الله يعني مم. عايزين يوقعوه بس بايه بي بيداهنوه بعدين الكاتب اللي راح قال له يا رب اية وصيه هي العظمى فقال له تحب الرب الهك فقال له بالحق قلت يعني وصفوا ان هو انسان صادق بعدين الجاريه في وصفها قالت انك انك كنت مع يسوع الناصري فتقال عنه انه يسوع الناصري فدي بعض الاقوال والشائعات ومنها صفات ومنها اتهامات ومنها صفات ومنها شائعات. في ناس مخلصين وفي ناس مش مخلصين شكرا يا أسيس أسيس رفعت اتهامات او صفات او شائعات عن المسيح عند لوقا اه فمثلا في لوقا 6 انه المسيح كان في يوم السبت كان بيشفي الراجل ذو اليد اليابسه مم. بيذكر هنا لوقا عن الكتب والفرسيين كانوا يراقبون يسوع هل يشفي في السبت وبيراقبوه ليه بيقول هنا لكي يجدوا ما يتهمونه به مم. فكانوا بيبحثوا عن تهمه يعني ممكن تكون تهمه يا كاسر السبت بالضبط آه. آه لوقا كمان بيذكر لنا ان الجماهير مم. بعض من الجماهير لما المسيح كان بيخرج شياطين آه بعضا منهم قالوا إنما يطرد الشياطين ببعل زبون رئيس الشياطين مم. دي برضو بعض من الجماهير اتهمت المسيح بالتهمة دي آه بنشوف كمان إنه في لوقا 15 الكتب والفرسيين كانوا بيقولوا إن هذا يقبل خطاة ويأكل معهم آه. دي برضو كانت بالنسبة لهم آه تهمة آه كبيرة جدا آه بنشوف كمان في لوقا 16 عدد 14 وكان الفريسيون أيضا وهم محبون للمال يسمعون ذلك كله فاستهزأوا به. مم. فهنا كان في نوع من السخريه من الكتب والفرسين. في كمان تهمه ثلاث آه، تهم وجهها آه. للمسيح رؤساء الكهنه آه، في لوقه 23 2 قالوا ان هذا يضل امتنا. اه قالوا ان يمنع ان تعطى جزيه لقيصر وقالوا كمان أنه هو يدعى يدعي انه المسيح الملك. Okay. دي عدة تهم موجودة في بشارة لوقا حول المسيح. شكرا يا أسيس، أسيس وائل اتهامات أو صفات أو شائعات عن المسيح في إنجيل يوحنا. في خمس مواضع فيهم هذه الاتهامات أو الشائعات أو الصفات عن المسيح، في يوحنا 7.12 بيقولوا عنه إنه يضل الشعب. امم. Mm. في يوحنا 7.20 الجمع قالوا له بك شيطان. الجمع. الجمع. اه. Oh. في يوحنا 8 48 اليهود قالوا له ألسنا نقول حسنا أنك سامري وبك شيطان يعني الاثنين مع إيه يعني كلمة سامري دي كلمة يعني سيئة أو كده؟ هم كانوا لا يعاملون السامري هم كانوا بيعتبروهم آه. جزء من الأمم فكانوا آه. اليهود لا يعاملون السامريون. كافر يعني. بالظبط أه يعني. يوحنا 9 16 الفريسيين يقولوا عنه هذا الإنسان ليس من الله لأنه لا يحفظ السبت. امم في 10 يوحنا 10 20 كثيرون منهم قالوا انه به شيطان وهو يهزي. دي الاشارات اللي ذكرت عنه على لسانهم. يهزي يعني عنده نوع من الجنون او اه بالظبط يعني بيقول كلام آه. غير منضبط مختل آه مختل العقل آه آه. اه اه طيب يعني في عجاله شديده أسي سامح دليل او اتنين قدموا المسيح علشان يثبت سلطانه قوله في متى 12 انه اعظم، اعظم آه. من السبت، اعظم من سليمان، اعظم م. من يونان. اه. في اصحاح 12، ثم العباره الشهيره اللي كان المسيح بيوصف بها نفسه دايما انه ابن الانسان. اه. دي عباره مرتبطه بدانيال 7 13 ل 14 اللي بيتكلم فيها عن ابن عن انسان او ابن انسان يتقدم الى الله ويأخذ سلطانا وملكا منه. م. رئيس يوسف دليل او اتنين على اثبات قدمه المسيح لسلطان واحد من الدلائل هو في الحادثه بتاعه شفاء المفلوج لما قال انه مغفوره لك خطاياك فالناس ابتدوا يعني يتذمروا فقال لهم ايوم ايسر انه يقال مغفوره لك خطاياك ام قم احمل سريرك لكن علشان تعرفوا ان ليه سلطان ان انا هغفر الخطيه انا أمارس دلوقتي معجزه الشفاء م. فكان الشفاء هو مسوغ السلطان آه. اللي قال لهم انه علشان كده انا اقدر اغفر الخطايا, الخطايا. فده واحد من المسوغات او اثبات سلطانه دليل اخر هو اختلاف تعليمه عن الكتبه م. يعني طريقه إعلانه للتعليم وطريقة تعامله مع الناس في المجمع كانت بتقول إن عنده سلطان مختلف مش آه. مش كالكتبة اللي كانوا بيستخدموا السلطان نتيجة لموقعهم أيوه. لكن كان المسيح بيستخدم سلطان نتيجة إن هو واخد حاجة غير الموقع هو مم. السلطان الذي من الأب. أسيس بيفع الدليل أو اثنين على إثبات قدمه المسيح عن سلطان. المسيح ربط نفسه بأنه هو متمم نبوات العهد القديم في بداية إرساليته لما مم. قرأ النص بتاع اشعيا روح مم. السيد الرب عليه. المسيح برهن ان هو صاحب سلطان لما دخل الهيكل وطهر الهيكل أيوة. والكتاب يذكر في لوقا انه كان يذهب ويعلم مرات متتاليه بعد كده معجزات المسيح اعلان غفران الخطايا كل دي تؤكد سلطان اسيس وائل في الختام ادله واحد او اثنين بس على اثبات الوهيه اثبات سلطان المسيح علاقته بالاب الواضحه والشديده م. اللي تحدث عنها م. المسيح تعطيه سلطان فيما يفعل وده بين في الافعال يعني مم. كل ما فعل المسيح من معجزات تؤكد ان هذه العلاقه وطيده وبالتالي هو يستمد السلطان من هذه العلاقه والتي تظهر في اعماله مم. الحاجه الثانيه والاخيره شهاده الاخرين وشهاده الكتب آه. عن المسيح شهاده يوحنا ونسنائيل وغيرهم وشهاده الكتب المقدسه التي تشهد لي اعزائي المشاهدين بنشكركم لاجل متابعتكم لنا في هذه الحلقه الغنيه نتمنى ان احنا نتقابل معاكم مره ثانيه في حلقات قادمه